بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله رايحة نقدم لكم خبز التوابل. المقادير تاعو عندنا زوج بيضات، كاس عسل النورس هذا، وربع كاس زيت، نص كاس حليب، زوج كيسان فرينة، زوج صاشيات فاني، واحدة خميرة، ملعقة اكل قرفة، ونص ملعقة حبة حلاوة، وعلى راس المغرف قرنفل ورشة من الملح باش يطلع برك البيض. نبدأ إن شاء الله. بسم الله، نبدأ بالبيض. بسم الله، رشة ملح باش يطلع البيض برك. دوكا ندير لافاني باش يتخلط مع البيض. ها زوج باكيات فاني، بعد ما طلع البيض دوكا ندير نص كاس حليب، ندير ربع كاس زيت، ندير كاس عسل، هاو كاس عسل، ونخلط دركا هذم. دركا عدنا نديرو القرفة، ملعقة من القرفة، ونصف ملعقة حبة حلاوة، وعلى راس المغرف قرنفل، على راس المغرف برك شوية برك. بعد ما درنا القرفة وحبة حلاوة وشوية ديك تاع القرنفل نخلطو. بعد ما خلطنا التوابل مع البيض نزيدو دوكا الفرينة. ندير كاس، الحكمة تاع الفرينة نغربلوها، مش يعني نغربلوها على جال كشما فيها ولا حاجة، نغربلوها باش تطلع على بالك، باش الكاطو يجي هشوش ويجي طالع. هذا الهواء هذا تاع التغربيل هذا مليح باش يطلع الحلويات تطلع. على بيها نغربل الفرينه باش يدخل الهواء في الحلويات وتجي طالعه. دوكا ندير كيس تاع الخميرة، كيس الخميرة، درت الفارينة والخميرة، دوكا نخلط. بعد ما خلطنا المكونات كامل هام هنايا، جبنا البلاطو دهناه بالزيت وفرشته بالورق الطهي، واللي ما عندوش ورق الطهي يدهن بالزيت ويرش شويه فرينه. دركا نفرقوه لهنا، انا حطيناه لهنا، نعدلوه كيما هك مرك هك شويه، وهذا دوكا نروحو نضعوه في الفور كي طيب ان شاء الله. راني نرجع لكم في صحن التقديم. ها هو طاب خبز التوابل وخليته برد شويه. نجيب سنيكي مع هكا ونحطو هكا هكذا، دوكا نحي الكاغط هذاك اللي درناه. ها
دوكا نقسموه. بسم الله هكذا، ها هو لهنا يقدمنا في صحن التقديم. ها هو شوش وبنين هايل. ها تحبي تاكلوه مع مع القهوه، مع العصائر، مع اي حاجه. جربوه ان شاء الله ورجعوا لي الخبر، وان شاء الله يعجب الكبار والصغار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.